مرحبا، يسعد لي صباحكم، كل اوقاتكم متابعين الكرام، وبتمنى تكونوا بألف خير والله يحمي الجميع يا رب. وحبيت أتشكركم كتير على دعمكم الرائع لقناتي. وصفتنا اليوم مرتديلا حلبية بالدجاج ومع طريقة تفريزها، كتير طيبة وصحية وسهلة وما بتاخد وقت أبدا. جربوها رح تعجبكم كتير إن شاء الله. تابعوا معي الفيديو للأخير وانتبهوا على كل المراحل. المقادير على الشاشة بتلاقوهم كمان بصندوق الوصف. أول مرحلة بنحتاج لكيلو صدور دجاج مقطع ومغسول كتير منيح بمي باردة وخل. بنحط الدجاج بمحضرة الطعام. وبنطحنه حتى يصير كريمي. ومننزل الأطراف وبنستمر بالطحن. هلا هيك تمام وصار جاهز، لاحظوا شكله. وبنحط الدجاج المطحون بوعاء. ومنضيف على الدجاج 4 أو 5 معالق كبار بقسماط اللي هو كعك مطحون وملعقتين كبار طحين وملعقة كبيرة ملح وملعقة صغيرة فلفل أحمر ونص ملعقة صغيرة فلفل أسود ونص ملعقة صغيرة بهار حلبي. راح أحطلكم البهارات كلها بصندوق الوصف. و6 سنون توم مفرومين أو مهروسين وفلفل أخضر وأحمر حار حسب الرغبة وفستق حلبي اختياري كمان حسب الرغبة وبيضة. وبنخلطهم كتير منيح. طبعا القوام راح يكون طري ويلزق بالإيد بهذا الشكل، لاحظوا شكله كيف. وبنحطه على طرف وبعدين بنحط نايلون ونحتاج لمي كمان وبنمسح النايلون بالمي. وبنمسح ايدنا بالمي كمان وبناخد كمية من الدجاج وبنشكلها بايدنا بهذا الشكل. وهلا بهاي المرحلة ممكن تسلقوه مباشرة بهذا الشكل وممكن نغلفه بنايلون ونجمده حتى نحصل على شكل أجمل. ومنحطه على النايلون. طبعا أنا غلفته بالنايلون حتى أورجيكم كيف شكله راح يصير وكيف راح نفرزه. ومنلفه رول بهاي الطريقة ومنضغط كتير منيح حتى نتخلص من الهواء. وبنربط الأطراف وبنربط كمان من الجهة التانية. ومنقص أطراف النايلون ومندحرجها شوي حتى نحصل على شكل مرتب. وهلا هيك صارت جاهزة. منكمل الكمية كلها بنفس الطريقة. الكمية عندي هيك طلعت. منحطها بالفريزر حتى تتجمد لمدة 4 أو 5 ساعات. وبهاي المرحلة ممكن تفرزوها لشهر وتسلقوها بنفس الطريقة اللي هلا رح ورجيكم ياها. وهلا بعد ما تجمدوا منقص النايلون ومنشيله كله. وطبعا لاني القطعة متجمدة فبنشال النايلون بكل سهولة.
وهيك صاروا جاهزين للسلق. ومنحط بطنجرة مي وملعقة كبيرة ملح وربع كوب خل تفاح، وممكن تستبدلوه بخل أبيض، بس طبعا خل التفاح أطيب، وورق غار وهيل وقرنفل وفلفل أسود. ومنترك المي تغلي كتير منيح، وبعدين منحط قطع المرتديلا. ومنغطيها ونتركها 40 دقيقة حتى تستوي. وهلا هيك استوت، بنرفعها ونحطها بطبق. ورح تلاحظوا المرتديلا بس تستوي رح تطوف على وش المي. وهلا بنترك المرتديلا حتى تبرد لمدة 2 أو 3 ساعات. وبس تبرد المرتديلا راح تلاحظوا انه لونها تغير. وبعدين منقطعها لشرايح متساوية متماسكة ما شاء الله، وروعة كتير كتير. ولاحظوا شكلها بجنن، وكتير كتير طيبة، وبنصحكم تجربوها. وبنستمر بتقطيع الكمية اللي بنحتاجها، وطبعا تقدروا تحطوها بعلبة إلى غطاء وتحتفظوا فيها بالبراد لمدة أسبوع أو 10 أيام، ما بيصير لها شي. وهلا منحطها بطبق التقديم. وبتتقدم وصحة وعافية. وهيك خلص الفيديو لليوم، بتمنى يكون عجبكم، وبتشكركم كتير على حسن المتابعة. ولا تنسوني من اللايك والشير والاشتراك بالقناة، وبشوفكم فيديو جديد. يلا باي باي.